كتير منكم يا شباب بيواجه صعوبة في ان هو يرد على موقف معين. ايه الموقف اللي هي language functions، الوظائف اللغوية، السوشيال انجليش يا شباب اللي احنا بنستخدمه في الديلي لايف سيتويشنز. لما يجي لك موقف وعاوز ترد عليه الرد المناسب، لازم تدرس بعض المواقف المشهورة المهمة جدا اللي انا جمعتها لك في الميني كونكلوجن، واثق يعني تمام الثقة باذن الله تعالى ان الفيديو ده هينفعك وهيفيدك جدا في الاختبارات، لا سيما ان انا جمعت لك يعني مجموعة من التدريبات المهمة جدا من التست بانك ومن الاختبارات السابقة، فلازم تشوف الفيديو معايا للنهاية. So let's get started. اهلا بكم ابطال مرة تانية داخل ميني كونكلوجن، وعندنا هنا بعض المواقف المهمة قوي اللي لازم ندرسها ابطال كلنا قبل الاختبارات. وطبعا تذكرة خفيفة ان النهاردة ان شاء الله باذن الله عندنا بث الساعة 7 الاحد الساعة 7 مساء على انستجرام انجليزي سهل، ارجو من الجميع ان يبقى يعني موجود، لان طبعا هنحل اختبار كامل يا شباب من البداية للنهاية زي ما دايما بنقول. تعالوا كده نبدأ مع بعض ونراجع سوا اهم المواقف اللي ممكن تيجي او اهم الوظائف اللغوية اللي هتساعدني في حل سؤال المواقف الاختبار. نبدأ بأول موقف معايا وهي expressing opinion، زي ما انتم شايفين على الشاشة اللي هي التعبير عن الرأي. نركز بقى مع بعض علشان هنقرأ التعبير عن الرأي. لما تيجي تعبر عن رأي بتقول ايه؟ ممكن تستخدم عبارة I think او as I think او I believe او in my opinion. الاربع معاني او الاربع expressions يعتبروا بيأدوا نفس المعنى، في رأيي، من رأيي، كما أرى، يعني من وجهة نظري، سمي زي ما تسمي. المواقف دي بتستخدمها لما واحد يقول لك مثلا your friend مثلا asks you about your opinion أو مثلا says that Kuwait is very hot in summer، فأنت هتقول as I think it's very hot in summer، أو ممكن تقول I agree with you زي ما أنت عارف أو I disagree with you. المهم موقف التعبير عن رأي مهم جدا، سواء كنت هتعبر عن رأيك أو سواء كنت هترد على رأي. خلي بالك من الحتة دي، لما تيجي تقول رأي فبتقول as I think in my opinion in my point of view أو I believe وتقول رأيك، لما تيجي ترد على موقف بتلاقي نفسك بتقول عبارة I agree with you أو I disagree with you. ويبقى احنا كده خلصنا الموقف الأولاني اللي هو expressing opinion. ننتقل بعد كده ل agreeing to opinion، تونا كنا لسه بنتكلم فيها. لما تيجي تحب تعبر عن الرأي بأكثر من طريقة تستخدم العبارات الآتية I agree with you، That's what I think. I couldn't agree more. I totally agree. كل الردود معناها إنك موافق. كل الردود معناها إنك موافق. احفظ الصيغة اللي تحبها من الصيغ الأربعة. عندك disagree to opinion، رفض الرأي. لما تيجي ترفض برضو ممكن تقول I disagree with you، أنا أعترض أو أنا أختلف. I don't think so، لا أعتقد ذلك. I don't agree، لا أتفق. You're wrong، لو أنت مثلا direct يعني عاوز تقولها بشكل مباشر، واحد مثلا رأيه غلط خالص وانت مش مقتنع بالكلام فتقوله على طول you're wrong you're mistaken، انت مخطئ انت غلط. اوكي بعد كده عندنا البريدكشن، التنبؤ يا ابطال. لما تيجي تتنبأ او تعمل guessing تخمين تستخدم العبارات الاتية it could be ممكن، it's probable محتمل، it's possible ممكن، it's going to. برضو لما بتيجي مثلا واحد بيقول لك What's the weather like today؟ فانت بتقول له اقتراح It's going to rain. It's going to be sunny. It's going to be hot. Very good. Okay. عندك given warnings، اعطاء التحذير. لما تيجي تعطي التحذير لشخص ممكن تستخدم if في حالة النفي، فتقول له If you don't you won't. If you don't study hard you won't get high marks. If you don't sleep early You won't get up early. فخلي بالك من الاستخدام هنا في حالة النفي، وغالبا بتستخدم if في الحالة الأولى عند التحذير. وممكن تستخدم عبارة be careful وتقول له جملة مثلا واحد بيسرع في القيادة، فممكن تقول له be careful you should drive slowly you should drive carefully very good. أو ممكن تقول له watch out watch out watch out، دي مثلا واحد Someone is crossing the street وانت عاوز تحذره فتقول له watch out the car is coming towards you، السيارة جاية نحوك فياخد باله، اللي هي نفس كلمة be careful يا شباب watch out watch out احترس. Very good. عندي making suggestions، عمل الاقتراح بأكتر من طريقة، تقدر تقول let's أو why don't we ونحط في الآخر زي question mark كده لأن جاي بيجي على شكل سؤال. وعندك shall we وعندك how أو what about How or what about? Very good. يعني ماذا عن أو إيه رأيك؟ تمام.
عندي given advice إعطاء النصيحة، أكثر من طريقة لإعطاء النصيحة شباب، منها you should يجب أن، ينبغي أن، عليك أن، you shouldn't لا يجب أن، لا ينبغي أن، أو you had better من الأفضل، والتعبير بتاع if في الحالة الثانية if I were you I would أو if I were you I wouldn't لو حبيت تقول جملة في النيجاتيف أو في النفي. رائع. عندي بقى expressing wishes لما تيجي تعبر عن الأمنيات، طبعا الأمنيات يعني something difficult to happen يعني حاجة صعبة جدا إنها تحصل، فخلينا كده نشوف عندك التعبير ده I wish I were، وليكن أنت كنت عاوز تكون طبيب فبتقول I wish I were a doctor، كنت عاوز تكون مهندس I wish I were an engineer، عاوز تقول أنا كنت أتمنى أن أنا أكون في مصر فتقول I wish I were in Egypt، ليتني كنت في مصر. Very good. وعندي طبعا لما تحب تقول مثلا يا ريتني كان عندي وقت، يا ريتني كان عندي فلوس، يا ريتني كان عندي إخوة، يا ريتني كان عندي أصدقاء، فبتقول I wish I had friends I wish I had money I wish I had time واخد بالك I wish I had health أتمنى لو كان عندي صحة يعني. أوكي الحمد لله على نعمة الصحة طبعا، بس ده يعني موقف تخيلي يعني. أوكي عندك I wish I could، تعبير I wish I could معناها ليتني أستطيع، يعني أنت مثلا واحد ما أنتش عارف تساعده you can't help him فأنت عاوز تقول له يا ريتني كنت أقدر أساعدك I wish I could help you، واحد بيدعوك لحفلة وانت تتمنى انك لو كنت تقدر تحضر فتقول I wish I could attend your party مثلا. اوكي اي واحد مثلا بيسألك في انك تساعده في الماث وانت للأسف الشديد ضعيف في الحساب زي حالتي كده، فعاوز تقول له يا ريتني كنت اقدر اساعدك في الحساب I wish I could help you with math homework. yes. وطبعا عندي هنا I wish you لو انت بتتمنى لحد حاجة I wish you good luck I wish you had I wish you were I wish you could، نفس الحالات السابقة تقدر تستخدم التمني. عندي expressing obligation التعبير عن الإلزام، ممكن تستخدم العبارات الآتية I must you have to I had to علي has to، يعني على المواقف المختلفة عاوز تحولها ليك انت تقول I must I have to I had to أو I have to. very good. طيب في حالة الإقناع يا أبطال تستخدم إحدى الوسائل الآتية There is no time to waste، لا وقت تضيعه أو what are you waiting for، أنت ناطر شنو، ما الذي تنتظره، ها what are you waiting for. ودي طبعا يعني الإكسبريشنز الاثنين دول بنستخدمهم في البرسويسيف رايتنج في الكتابة الإقناعية. رائع. عندي بعد كده الجاسينج التخمين يا شباب، وعندي يعني أكثر من طريقة لما تيجي تقول أخمن فممكن تستخدم it could be maybe it's possible I guess so أو I think so. مثلا واحد بيقولك what's the exam today، شلون الاختبار اليوم، what was the exam yesterday، أو خلينا نتكلم على الطقس what's the weather like today فبتقول it could be hot it could be sunny it could be rainy it could be warm على حسب ما انت شايف. اوكي وممكن تستخدم مثل العباره it's possible ممكن او I guess so اخمن وتقول ايه رايك، او ترد على التخمين، واحد بيقول مثلا الجو هيكون جميل النهارده فهترد عليه تقول I guess so it's possible maybe it could be، حتى الردود دي تنفع في الردود مش لازم تقول انت رأي او تقول تخمين، ممكن في الرد على واحد بيخمن وانت تتفق معه في التخمين بتاعه فتستخدم هذه العبارات. accepting an invitation قبول الدعوة، اكثر من طريقة لقبول الدعوة يا شباب، منها thank you so much for inviting me يعني شكرا لدعوتك لي it would be my pleasure it would be my pleasure to attend thank you يعني هذا حيكون من دواعي سروري ان احضر شكرا absolutely I can't wait to be there يعني تماما، او مثلا مطلقا I can't wait to be there لا استطيع ان انتظر ان اكون هناك، يعني ده دليل على شدة الرغبة في قبول وحضور الدعوة. اوكي طيب في حالة بقى رفض الدعوة ركز بقى في الردود الجميلة دي thank you for inviting me لازم تكون مؤدب كده وانت بتشكره شكرا على دعوتك ليا but I'm crazily busy يعني انا مشغول جدا للغاية. crazily هنا مش بمعنى الجنون، هنا بمعنى بشدة او للغاية. او تستخدم العبارة دي unfortunately I have a prior commitment on that day عندي التزام سابق في ذاك اليوم او في هذا اليوم اللي انت بتدعوني فيه.
أو تقدر تقوله perhaps we can catch up another time، يعني ربما نستطيع أن نتقابل في وقت لاحق أو في وقت آخر. Very good. عندك بطل الأبطال الأبولوجي، الاعتذار، يعني في حالة الاعتذار، ودي حالة شائعة جدا الكل، وأنا متأكد أن معظمكم عارف إزاي يقدم الاعتذار. على سبيل المثال ممكن تستخدم I'm really sorry، يعني أنا حقا أسف، I apologize، my apology، my bad، يعني في بعضها يعني informal وفي بعضها formal، بس it's okay أنك تستخدم إحدى التعبيرات الآتية، ما فيش أي مشاكل خالص. طب لما واحد يقول لك I'm sorry، أنت بقى عاوز تقبل الاعتذار أو ترفض الاعتذار، فهتقول له مثلا it's no problem، it's no problem، I accept your apology، أنا أقبل اعتذارك، بتقولها كده بشكل صريح، no problem، no problem، no worries، no worries، no problem، I accept your apology. طب في حالة انك ترفض قبول الاعتذار، oh no، it was no، مثلا كسر لك ساعة جديدة وانت حاسس ان الساعة دي جديدة وغالية عليك، فتقول oh no، it was expensive، oh no، you shouldn't have done that، you shouldn't have done that، you shouldn't have done that، يعني ما كانش يجب ان تفعل ذلك، you shouldn't have done that، يعني ما كان يجب ان تفعل ذلك. I reject your apology، I reject your apology، I refuse your apology، أنا أرفض اعتذارك، ودي أحدى أو إحدى الطرق الجريئة شوية أو المباشرة شوية، لا سيما أن لما واحد يعتذر يعني معظم حالتنا أو معظمنا بيقبل الاعتذار. في حالة الاعتذار إحنا بنقبل الاعتذار كشيمة من شيم الكبار يعني، لكن في حالة إذا كان depends on the mistake he made، يعني طبقا أو يتوقف على الخطأ اللي ارتكبه، في بعض الأخطاء لا تغفر، وبالتالي أنت I reject your apology، I refuse your apology، أنا أرفض اعتذارك، ففي الحالة دي أنت ممكن يكون معك حق. making request، عمل الطلب يا شباب، طبعا الطلب سهل جدا في اللغة الإنجليزية، تقدر تقول can I أو may I، could you please أو would you mind، زي ما أنت شايف في يعني أكثر من أربع ردود تقدر تستخدم أي واحد فيهم. can I use your mobile please، may I take your car please، بعض الناس بتسلب سيارتها، could you give me some money please، would you mind، would you mind، okay، help me with this math problem، no problem، okay. ده بالنسبة لعمل الطلب. فطبعا لما بتيجي ترد على الطلب yes of course here you are، تفضل، yes of course go ahead، تفضل، yes of course don't worry no problem no worries okay yes، ده في حالة الايه قبول الطلب. طب في حالة يعني عدم قبول الطلب no I need it badly، لو واحد عاوز مثلا القاموس بتاعك او التليفون، فانت بتقولي no I need it badly، no I'm very busy، انا مشغول، no I can't I'm busy، لا استطيع ان انا اسلفك الموبايل، I'm busy انا مشغول، I need it badly، اوكي انا محتاجه بشده، اوكي. طيب في حاله اعطاء الامثله ممكن تستخدم for example او for instance، والاثنين بمعنى واحد، والاثنين باستخدام واحد معناها نفس المعنى. على سبيل المثال for example او for instance، yes. اخر موقف معايا expressing preference، لما تيجي تعبر عن التفضيل، فممكن تستخدم I prefer، I'd go for، I like، I would rather. واحد بيقول لك what do you like to drink today، واحد I'd go for coffee، I'd go for tea، I prefer coffee، I prefer tea، I like coffee، I like tea، I would rather drink coffee، I would rather drink tea. تقدر تستخدم أي من العبارات يعني الآتية في التعبير عن التفضيل، رائع جدا. إن شاء الله الملزمة دي تكون بين إيديكم في يعني ممكن السبت اللي هو قبل الحد، قبل ليلة الاختبار بيوم ولا حاجة، إن شاء الله بإذن الله. طبعا أنتم مش هتعرفوا الكلام ده لأن الفيديو ده هينزل يوم الأحد، فإن شاء الله تكون في إيديكم المادة يوم الأحد بإذن الله تعالى. تمام أوكي، دلوقتي هنبدأ نحل إيه، ما شاء الله تبارك الله شايف عندنا عدد من التدريبات، ما شاء الله عندك 50 تدريب، بس هل أنت هتحل 50 تدريب؟ لا هيبقى صعب قوي، فإحنا إن شاء الله لو حلينا يعني جزء كده من المواقف دي هيبقى ممتاز جدا. مش هنقول قد إيه، إحنا دلوقتي يعني ما شاء الله تبارك الله عدينا ربع ساعة، فإن شاء الله خلينا كده ناخد كمان ربع ساعة أو نص ساعة، ويعني إن شاء الله بإذن الله نغطي قدر جيد من المواقف بإذن الله تعالى. يلا بينا يلا بينا. write what you would say in the following situations، ماذا ستقول في هذه المواقف الآتية، وخلينا كده نشوف هنقول ايه في الموقف الأول.
Your brother wants to improve his English speaking skills. يعني أخوك عاوز يحسن مهارات تعلم أو تحدث اللغة الإنجليزية، عاوز يتكلم الإنجليزي زي ما البشر بيتكلموا، زي ما النيتيف سبيكرز بيتكلموا. طب أنت هترد تقول إيه؟ أكيد هتقترح أو تستخدم النصيحة. فكر بقى أو تقول رأيك. يبقى أنا عندي أكثر من طريقة لحل السؤال، ممكن أستخدم نصيحة، ممكن أستخدم اقتراح، وممكن أعبر عن رأيي هنا في الموضوع ده، ما فيش مشاكل. وفي ناس ممكن تدمج الاقتراح بالرأي، الاقتراح أو النصيحة مع الرأي، فعادي ما فيش مشاكل. يعني مثلا هنا هتقول I think you should do أو you should join summer courses. اوكي، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا اعتقد انه يجب ان تلتحق بالكورس الصيفي. انتوا عارفين انكم داخلين على صيف، فاللي عاوز يحسن اللغه فرصه كبيره جدا انكم تنضموا لاحد الكورسات الصيفيه، صح الكلام؟ سواء بقى كانت فري او سواء كانت مدفوعه، احدى الطرق. برضو في ناس ممكن تقول why don't you watch American movies on TV؟ ليه ما تشوفش الامريكان موفيز؟ why don't you watch English او TV English shows، اللي هي العروض اللي بتبقى موجودة على التي في. وفي ناس بتقول why don't you watch the news، why don't you read English stories أو English books، okay، أو English newspapers، okay. أكتر من طريقة لتحسين اللغة الإنجليزية زي ما قلت لك، في ناس بتحب تدمج الاقتراح بالنصيحة، أو في ناس بتحب تدمج الاقتراح مع الرأي، والاثنين صح إن شاء الله. اهم حاجه في المواقف، علشان يعني قبل ما انسى الحته ديت، بيقول لك رايت واتس يو وود سي، ماذا ستقول. الكلام بس يا شباب، مش رايت واتس يو وود دو، لا واتس يو وود سي. اوكي، ركز في الحته دي. اوكي، فانت بتتخيل ان الشخص ده قدامك، مش هينفع تقول اي وود سي او اي وود دو، لا، وكان الموقف قدامك وانت عايش الموقف وعم بتكلم واحد ان بيرسون كده، او فيزيكلي فيس تو فيس قدامك على طول بتكلمه. Number two, it's believed that distance learning has become a necessity, which means واحد بيقول لك بقى حاجة يعني ناس كلها متفق عليها، أو يعني على سبيل الرأي، يعني بيقول لك it's believed، يعني يصدق أو يؤمن أن الناس أو الناس كلها تعتقد أن التعليم عن بعد بقى ضرورة ملحة. ففي الموقف ده انت هترد تقول يا بطل الابطال. هنا وكأن واحد بيقول رأي وانت بتعلق على الرأي اما بالموافقة او بعدم الموافقة، فهتقول I agree with you، I agree with you، I completely agree، I completely agree. اي اجابة من الاجابات دي صح طبعا. رقم ثلاثة بيقول your friend doesn't know what to do with her old cell phones، which means صديقك او صديقتك مش عارفه تعرف او ما تعرفش what to do، تعمل ايه with old cell phone، عندها تليفون قديم ومش عارفه تتصرف فيه، او مش عارفه يعني تستخدم او تعمل بيه ايه. خلاص هي بقى قديم، فعاوزه تشتري جديد، عاوزه تحدث، فانت او انت هتقولوا لها ايه؟ تعالوا كده نشوف الموقف ده. هنا في الحاله دي ممكن تبقى اقتراح، ممكن يبقى راي، ممكن يبقى نصيحه. خلينا نستخدم النصيحه. You should أو you had better، من الأفضل. You had better sell it، تبيعي، في ناس بتبيع. وممكن واحد تاني you had better أو you should، you should give it to your little brother. أوكي، أنا بقول له اديه لأخوك الصغير، اديه لأختك الصغيرة. You should give it to your little brother أو you should give it to me. إذا كان صديقك وليه دلال عليك قوي، فممكن تقوله you should give it to me، ادهولي. Okay، no problem. One of your friends thinks that we're luckier than our parents. أحد أصدقائك بيعتقد إن إحنا أكثر حظا من والدينا. تتفق أو تختلف؟ بعض الناس تيجي تقول لك I disagree with you، I disagree with you. على فكرة عادي، يعني أنا شايف إن هم فعلا كانوا أكثر حظا مننا، بس يعمل إن إحنا حوالينا دلوقتي عالم بياكل في بعضه وبينهش في بعضه، والحقد والأمراض الاجتماعية والصراعات بقت كتيرة جدا. فأنا I think I agree with you، خلينا أكتب كده I agree with you. أو تقدر تقول you're right، you're right، يعني أنت محق، أنت على صواب. كتير منكم على فكرة
هتتفق معايا على الايه الراي ده. Your sister says that modern technology has made her social life better. تحس كده ان الراي ده لازم يجي في الاختبار اكيد. طيب بيعتقد او بيقول ان التكنولوجيا الحديثه خلت حياتنا الاجتماعيه اكثر افضل بسبب السوشيال ميديا. طبعا فهنا طبعا هنقول you are right, you're absolutely absolutely right, you're absolutely right, يعني انت محق تماما. You're absolutely right, you're absolutely right, انت محق تماما. ستة, your friend wants to park his car in a no parking area. عاوز يصفط سيارته في منطقة غير مسموح للناس ان هي تصفط فيها. مكتوب it's a no parking area sign, يعني في علامة كده او يافطة بتقول ممنوع الصفطة هنا, ما ينفعش تصفط هنا بسيارتك. فانت اكيد انت هتقول له غلط فهتنصحه, صح كده؟ مش هيبقى هنا اقتراح, عاوز تقول رأي برضو صح, يعني ينفع تقول رأي وفي نفس الوقت ممكن تقول ايه نصيحة. فهنا you shouldn't, بما انه صديقك ما انت ما تملكش انك تمنعه. You shouldn't park your car here, لا يجب ان تصفط سيارتك هنا. Shouldn't park your car here, okay? In my opinion, if you park your car here, you will be fined. من رأيي لو صفطت سيارتك هنا سوف تغرم, هتدفع غرامة. إجابة صحيحة. A friend of yours asked you what you expect the future TV would be like. هنا expect اللي هو زي الجاسنج يا شباب, التخمين اللي احنا كنا قلناه. طبعا هو بيسألك عن الفيوتشر تي في, فهنا ينفع تقول it could be وتقول احد الوسائل بتاعت التخمين اللي احنا استخدمناها من شوية وكنا بنشرحها. فينفع تقول it could be وتبدأ تقول it could be smaller. لا smaller ديت يعني هتبقى ده بالعكس, كل ما بيكبر التي في كان يبقى افضل. it could be more expensive. اوكي okay, more convoluted, اكثر تعقيدا اكثر تطورا. and lighter, هيكون اخف في الوزن. اوكي okay. يعني no problem لو انت قلت رايك. it could be more expensive, لو انت عندك تخيل اكثر من كده الاشكال التي في فاقول it could be more expensive, هيكون اكثر غلاء. تعرفين طبعا اسعار التليفونات دلوقتي بتغلى اكثر. it could be more convoluted, اكثر تطورا اكثر تعقيدا. and lighter, وهيكون اخف. طبعا هتيجي تقول smarter, ما هو already smart دلوقتي. it may be much more smarter, ينفع تقول much more smarter, why not, no problem. رقم 8, you want to go to the cinema with your friends but your dad refuses. انت عاوز تروح السينما مع ربعك بس والدك بيرفض, فهترد تقول ايه هنا؟ come on dad, اسلوب بقى الايه التدلل على الباء على الاب, فتقول come on dad, come on dad, come on dad, say yes please, say yes please. اوكي ها, say yes please يعني دعنا, او قول إيه نعم او قول موافق إيه من فضلك. come on dad, say yes please, let me go with, وتقول باقي الجملة let me go to the cinema with my friends please. فتقدر تقول الاسلوب ده, لا سيما ان ده اسلوب متعرف عليه دايما بنقوله في الموقف لما يجي موقف زي كده. come on dad, say yes please, let me go with my friends to the cinema please. okay. رقم 9, a colleague asks how technology will affect the way we travel in the future. بيقول لك ايه, ازاي ان التكنولوجيا ستؤثر على طريقة السفر بتاعتنا في المستقبل, يعني هل طريقة السفر في المستقبل هتتغير بفضل التكنولوجيا؟ مثلا انتوا عارفين دلوقتي ان في بعض الافكار الخزعبلية لاسيما عند شركة تسلا, فخلينا نقول مثلا people will travel by e-cars, السيارات الالكترونية ماشي, او السيارات اللي هي بدون سائق. people will travel by e-cars, ادي واحدة. طبعا انا ما عنديش تخيل بصراحة اكتر من كده, ولكن انت ممكن تقول بالنسبة للترافل ولا من عارف, عندنا طيارات دلوقتي ما شاء الله, وعندنا طبعا السيارات والقطارات والبواخر والسفن والحاجات كلها حاجات جميلة جدا. طب ايه اللي ممكن يكون في المستقبل زي ما انت شايف؟ people will travel by e-cars, الناس ممكن تسافر بالطيارات بالسيارات الايه اللي بتطير, flying cars.
يعني بدل ما تقول اي كارز ممكن تقول فلاين كارز. اظنكم شفت بعض الايه يعني الستيريوتايبس اللي هي او اللي هي بيسموها ايه تايبس، اللهم صل على سيدنا محمد، في كلمه كده يعني نمط اولي مبدئي كده موجود دلوقتي، حاجه تايبس برضو نسيتها، نسيها بصراحه. فلاين كارز كافي قوي، ده زي نمط اولي كده موجود، بس هو لسه ما تعممش يعني، ما بقاش يعني برودكت منتج ان الناس كلها تقدر تشتريه، بس موجود دلوقتي. لو دشيت على اليوتيوب هتلاقي فيه دلوقتي فلاين كارز موجوده، اوريدي موجوده. رقم 10، your sister thinks that learning online has no benefits. ايش رايك؟ يعني اختك بتقول ان التعليم اونلاين ليس له مزايا وفوائد. طبعا انا عارف ان في ناس دلوقتي هتقول لك لا I don't agree with you. I don't agree with you. ناس دلوقتي بتاخد شهادات من هارفارد، بتاخد شهادات من امريكا، بتاخد شهادات من تركي، من مصر، من كل حته اونلاين دلوقتي، وشهاده معتمده. حتى في المراكز التعليم الكبرى بتعتمد دلوقتي الاونلاين كجهه رسميه للتعلم. فمش حد يقدر ينكر هذه الحقيقه، بقت خلاص نيسيسيتي وبقت افكت موجوده دلوقتي، والناس كلها بتاخد شهادات. Very good. I don't agree with you. مش حد يقدر يعترض. The elderly always say that life in the past was better than it is nowadays. يعني الكبار في السن بيقولوا ان الحياة في الماضي كانت افضل بكتير من الحياة دلوقتي. ايه رأيكم في العبارة دي؟ ايه رأيك؟ خلي بالك يعني لما تيجي ترد على الرأي ممكن تستخدم that's what I think، هذا ما أفكر فيه، هذا ما أعتقده، أو I guess so. لو حبيت تقول تخمين هنا برضو هيكون تخمين صحيح. هو بيقول الحياة في الماضي كانت أفضل، الراجل الكبير في السن، تمام؟ فأنت بتقول I guess so، أنا أخمن ذلك. يعني أنت بتقول أنا أتفق معك بس بأسلوب التخمين، I guess so، I guess so، it could be، maybe. ما فيش مشاكل إنك تقول رأي أو ترد على الرأي وفي نفس الوقت ممكن تخمن، فهيبقى برضو تخمينك صحيح. Your father thinks that robots will do all the boring work in the future. والدك يعتقد ان الانسان او الرجل الالي سوف يقوم بكل العمل الممل، حتى العمل القذر، حتى العمل الخطير في المستقبل. هنا برضو هتقول I couldn't agree more. I couldn't agree more. يعني موافق جدا يعني. الاسلوب ده معناه انا موافق جدا، فخلي بالك لان في بعض الناس يعني اما يقول I couldn't agree مفكر ان هو بيعترض، لا هنا معناها انا موافق جدا. 13، people wonder why you usually go everywhere using public transportation. بيقول لك الناس بتتعجب يعني انت ليه دايما تروح في كل مكان بتستخدم المواصلات العامه، يعني المواصلات العامه مش البرايفت كارز، مش السيارات الخاصه. ففي ناس بتقول لك it's eco friendly، صديقة للبيئة طبعا، لأن كل ما الناس بتركب مواصلة واحدة وبتستغنى عن السيارات الخاصة فده بإيه؟ بيقلل من التلوث اللي هو بيكون كويس للبيئة، فده معنى كلمة it's eco friendly. ها it's good for it is good for the environment. وتقدر تشرح، بس ده يا حبيبي مش set book question، يعني مش محتاج ان انا اشرح اجابه في سطر وسطرين، بس لما تقول اتس جود فور ذا انفايرمنت عاوز يفهم بقى يسال تاني وارد عليه بموقف تاني او باجابه تاني. اوكي. رقم 14، a friend doesn't know why it is necessary to use a personal login for the bank. صديقك مش عارف او صديقتك مش عارفه why it is necessary، ليه ضروري جدا انك تستخدم personal login، تدخل بحساب شخصي for the bank. مش عارفه ليه، ليه ان المفروض يبقى كل انسان فينا ليه بيرسونال اكاونت؟ هنقول ايه؟ بيكوز اتس جود فور يور برايفسي، يعني ده كويس لخصوصيتي. اوكي، ان اوردر تو كيب يور بيرسونال انفورميشن سيف، نكتبها تو كيب يور بيرسونال، نكتبها data safe. okay very good. سؤال رقم 15، your friend wants to be a firefighter، عاوز يكون يعني مطفئ للحرائق او اللي هو الاطفائي، but he's overweight، ولكنه متين.
بطة يعني تعرف ان دايما الحرائق هتحتاج انسان ايه، هتحتاج انسان خفيف ورشيق علشان يقدر ان هو ايه يتعامل مع المواقف بسرعة ويجري مثلا لو لا قدر الله شاب حريق ولا حاجة ينقذ نفسه او ينقذ غيره. فانت هتنصحه بصراحة. ما تيجي هنا تقول له you should keep fit. You should keep fit first. يعني عليك انك ايه تصير رشيقا الاول. You should keep fit first. او ممكن تستخدم حالة if في الحالة التانية. فعلى سبيل المثال ممكن تقول له if I were you I would keep fit first. او at first. يعني لو انا مكانك افكر في ان انا اخس الاول. اوكي. Very good. A friend of yours is feeling unwell today, but still wants to come to school. صديقك صديقتك يعني شكله كده مريض النهاردة but still wants to go to school. ولكن عاوز أو مصمم إنه يروح المدرسة. طبعا إحنا ما بنصدق إن الواحد لما يبرد على طول يقولك لا خلاص طبية يا بابا. طيب ما فيش مشاكل. في الحالة دي أنت هتنصح بما إنك يعني صديق وفي فلازم تخاف على صحة صديقك وأنت كمان لازم تخافي على صحة صديقتك. ففي الحالة دي هتقولوا إيه؟ هتقول هنا you should have some rest. أو ممكن تقول له semicolon you should see the doctor. عليك أن ترى الطبيب. اوكي فيري جود. طيب نكملهم 20 موقف ويبقى كافي جدا. طبعا انا عندي لسته كبيره يعني تقدر انك يعني تشوف. احنا دلوقتي داخلين في نص ساعه. خلينا نكملها لغايه موقف يا حبيبي والله ال 25 والله ال 25 عشان خاطركم. يلا بينا. Father is always busy. He doesn't have enough time to sit with his family. دايما والدك مشغول وما عندوش وقت ان هو يقعد مع عائلتك. فطبعا كلنا يعني معرضين في الظروف دي. طبعا لا سيما ان الاباء دلوقتي بسبب ظروف المعيشه بيحاولوا ان هم يحسنوا الوضع الاقتصادي للمعيشه to make a living عشان يبقى في دخل كويس. والله بس موقف صعب طبعا كلنا بنمر فيه بصراحه. في الحاله دي هتيجي تقول له ايه؟ يعني ده الوالد. فانت اما تقترح اما تنصح اما تعبر عن قلقك. فاحنا هنا ممكن نقول داد ماشي why don't you make room for our family. خلي بالك من الجملة دي. يعني ايه make room؟ يعني تدي مساحة للعائلة. why don't you make room for our family. ليه ما تديش مساحة يعني we miss you dad very much. we miss you very much a lot dad. Why don't you make room for our family? يعني ليه ما تديش مساحة لعائلتك؟ Dad. Okay, if I were you, I would make room for my family. Dad, we miss you a lot. Okay? You should give us more time. You should give us more time. ممكن تقول له كده. أو ممكن تقول له let's have some nice time together. Let's أو why don't you take out for dinner dad today? ايه رايك وخليك استغلالي شويه. ليه ما تطلعناش اليوم يا بابا بره نتغدى مثلا. تيك اور فاميلي اوت معناها انك ايه تخرجنا يعني. واي دونت يو تيك اس اوت فور تونايت او فور دينر تونايت. وطبعا والدك هيقول لك انا مشغول. فتقول له كم اون ذا سي يس بليز وتبدا ايه يعني تسوق في الدلال بقى مع الوالد. ودايما الوالد في الاخر هيستجيب لكلامكم. طيب our friend intends to buy a second hand DVD because it's cheaper. يعني صديقك صديقتك بتنوي او بينوي to buy a second hand DVD انه عاوز يشتري DVD يعني بقت موضه قديمه خلاص. because it's cheaper لانه رخيص. يعني فكره انك دايما تشتري برودكت لانه رخيص دي احيانا بتبقى فكره مش كويسه. فهتقول له I don't think it's good to buy things because they are cheap. ادي اجابه. يعني انا لا اعتقد انك تشتري اشياء بسبب انها رخيصه. I don't think it's good to buy things because they are cheap. او it's good to search for high quality first. ركز في الحته دي. أو you had better buy high quality products first. عليك أن تشتري المنتجات عالية الجودة أولا.
search for high quality first، ابحث عن الجودة أو الجودة العالية أولا. موقف كويس. A friend of yours takes care of his grandfather and visits him regularly. صديقك صديقتك دايما بتزور أو تعتني بجدها ها وتزوره بشكل منتظم. فطبعا هنا أنت هتبدي إحسان أو استحسان، يعني الموقف جيد، فهتقول that's good. That's really good. هذه إجابة. أو that's okay. Very kind of you. هذا عطف منك جدا. Okay. That's very kind of you. يعني صديقك أو صديقتك قعدت قدامك كده بتقول والله أنا عندي جد وبصراحة دايما أروح أزوره بشكل دوري أو بشكل منتظم بشكل اعتيادي. فأنت هنا في الحالة دي that's really good. That's really nice. That's very kind of you. ده كويس جدا، ده عطف منك، كم أنت عطوفة. What kind. How kind you are. How kind you are. How kind you are. Very good. الموقف 20. Your friend refuses to see a doctor although his or she is severely ill. يعني مريض جدا ومش عاوز يروح يشوف الطبيب. في ناس يا شباب ما بتحبش الذهاب للطبيب. في ناس ما بتحبش، تكره جدا، فكر ان هي هتموت لو راحت للطبيب او راحت للمستشفى. ففي الحالة دي انت تقول له ايه؟ يعني يفضل انك تستخدم الاسلوب المقنع، فتستخدم الحالة الاولى من اف او الحالة الثانية من اف. If I were you، لو كنت مكانك او لو كنت مكانك I would see the doctor right now، حالا. اوكي؟ وممكن تقول I would call the ambulance for you. I will call the ambulance for you. Let's go together to see the doctor. خلينا نروح مع بعض. Let's go all together to see the doctor. خلينا نروح سوا لكي نرى الطبيب. Your brother spends a lot of time chatting online. واحد ما شاء الله من إخوانك بيقضي وقت كبير جدا في الدردشة أونلاين. فطبعا أخوك. فطبعا هتقول That's horrible. هذا فظيع. That's terrible. هذا فظيع. أو that's bad. That's not good. أو you should. Okay. You should limit your chat time. يجب أنك تقلل، تمنع أو تحدد أو تحد من وقت الدردشة. ما تسيبهاش مفتوحة كده. 22. Your mother forgot where she put her handbag. يعني نسيت فين حطت الهاندباج، سابتها مثلا في مكان معين في البيت او برا البيت. فهنا ممكن تقترح، ممكن تطلب، او ممكن تقدم المساعدة، او ممكن تقدم المساعدة، او ممكن تنصح، او ممكن تخمن. برضو هنا التخمين It could be in your bedroom. Why don't we search for it in the living room. ليه ما نبحثش عنها في غرفة المعيشة؟ يعني ممكن تخمن فتقول it could be in your bedroom. Okay. Or maybe you forgot it in the taxi. ربما نسيتيها في التاكسي. Why don't we search for it in the living room. ليه ما نبحثش عنها في غرفة الدردشة. 23. Your friend always makes the class desk dirty. يعني دايما صديقك او صديقتك او صديقتك دايما بتسيب الفصل بتاعها ما شاء الله مزبل. دايما تاكل وترمي، تشرب العصير وتقط العلبة، وتشرب بوتل المية وتسيب البوتل مثلا على الأرض. ففي الحالة دي انت الأول تعبر عن الزعل. That's too bad. You should keep the class clean. عليك أو عليك أن تحافظ على نظافة الصف. آخر موقفين يا شباب. Your friend says that studying aviation is easy and simple.
صديقك أو صديقتك بتقول دراسة الطيران is easy and simple، بيقول لك سهل جدا وبسيط، دراسة الطيران سهل وبسيط، ففي الحالة دي أنت هتقول I disagree with you. وعاوز تقول رأي يقول I think، وقول الرأي بقى. It's so difficult. Okay؟ يعني انت هنا بتقول رد على الموقف I disagree with you، وفي نفس الوقت انت بتقول رأيك، فبتقول I think studying aviation is so difficult. مش سهل طبعا، في هندسة وفي فيزيك وفيه صراحة يعني من المهن الواحد كان يتمنى وهو صغير ان هو يكونها، ولكن بسبب مخاطرها وبسبب ظروفها الحالية لا بقت صعبة، مهنة شقة، صح ريوردينج يعني مجزية من ناحية المادة وناحية المكانة الاجتماعية وناحية السفر الكتير، لكن في نفس الوقت think of the disadvantages، فكر في السلبيات هتلاقي كتير جدا. آخر موقف، you're at your friend's house، انت في بيت صديقك، انت في بيت صديقتك، you wanna have a glass of water، وعاوز تشرب، عاوزة تشرب كوب ماء، فهتقول ايه او هتقول ايه؟ يعني ينفع تقول please، could you give me، أو could you bring me a glass of water، please. تاني could you give me، could you bring me، bring me زي ناس fetch كده يعني تجيب لي، تروح وتجيب. Could you bring me a glass of water please، أو ممكن تقولها I'd like a glass of water please، I am so thirsty، I need to drink some water. بشكل إذا أنت قاعد عندي في بيت صديق، بيت صاحبك أو بيت صاحبتك، فبالتالي خليك straight عادي، أو يعني تقول الكلام بشكل مباشر، فتقول excuse me I'd rather مثلا I'd rather مثلا drink a cup of water، a glass of water، I'm so thirsty، أنا عطشانة جدا، I need to drink some water، محتاج أن أنا أشرب بعض الماء، فمسموح أنك تقول كده يا شباب. الله يعطيكم ألف عافية، ما شاء الله، كده خدنا 25 جملة، عرفنا إزاي نرد على المواقف، ولكن بنطلع ببعض النصائح في نهاية الحصة. لازم يكون الموقف relevant to the situation، مرتبط بالموقف، وترد according to what you understand، أنت فاهم إيه من الموقف، حتى إن غالباً الإجابة ما بتبقاش إجابة وحيدة، ممكن تلاقيها من أكثر من زاوية، ممكن في نفس الوقت يكون رأي، ممكن تكون نصيحة، ممكن يكون اقتراح، وممكن تكون تخمين، فلازم يبقى عندك الأوبن مايندنس، يعني تفكر بانفتاحية علشان تعرف الإجابة الدقيقة. وما تستخدمش عبارة I would say أو I would do غلط، لا، أنت بتتخيل إنك في موقف ومحادثة مباشرة ما بينك وما بين شخص فيس تو فيس، فتقول الرأي لو إنك في المحادثة دي هتقول إيه، تمام؟ الحاجة الأخيرة إني it doesn't matter، يعني إذا كانت الإجابة short، إذا كانت الإجابة قصيرة زي كلمة I agree with you أو I agree، تعد إجابة كاملة و meaningful وتاخد الدرجة الكاملة عليها، بس ما يبقاش الإجابة بتاعتك yes و no، وتقول yes و no وأنا كده إيه أموري طيبة. وبرضو ما تنساش إن دي مش إجابة set book question، يعني إيه؟ مش لازم تديني إجابة سطرية زي ما بتكتب كده في set book لما تيجي تجاوب، لا، ده موقف يا شباب عملي في الحياة، وغالبا مواقف الحياة بتكون مواقف قصيرة، الردود بتاعتها بتكون قصيرة، فمش هتفرق خالص انك تكتب سطرين وانت تقدر تكتب نص سطر وتاخد الدرجة الكاملة. يعطيكم الف عافية، موفقين. في حاجة اخيرة عاوز اقولها، دايما في كل موقف keywords يعني مفاتيح، يعني مثلا في الموقف الاولاني لما نيجي نبص كده عليه your brother wants to improve، ادا الkeyword بتاعتها، وعندك English speaking skill، فعشان تفهم الموقف لازم تحط خط او هايلايت كده زي ما انا عملت على الكيوردز عشان تفهم هو عاوز ايه بالظبط. اما بيقول لك اتس بليفد يعني ده راي، فاكيد انت هتتوقع انك هترد على الراي. طيب هنا بيقول لك داز نو، يعني عنده لاك اوف انفورميشن، عنده نقص في المعلومات، فاكيد انت هتزوده معلومات، فممكن تقترح او تقول نصيحه، انت فاهم السالفه. اما بيقول لك هنا ثينكس، بتعرف ان فيه راي، فتتوقع انك هترد على الراي اما بالموافقه او بعدم الموافقه. يا شباب يعطيك ألف عافية، كده الحمد لله يعني وفقنا إن إحنا نشرح المواقف في البداية، وناخد 25 موقف على أهم المواقف التي وردت في منهج الصف العاشر. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح يا شباب، وبإذن الله تعالى تذكرة بسيطة، أحب جدا منكم إنكم تشرفونا وتنورونا الساعة 7 مساء على إنستجرام إنجليزي سهل في البث المباشر الحي، اللي إن شاء الله بإذن الله هنحل فيه نموذج اختبار كامل.
يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله نشوفكم هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.